حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذا موجز الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. طالب مواطنون من أهالي محافظة صلاح الدين مجلس المحافظة الجديد بوضع احتياجاتهم على رأس الأولويات بدلا من الانشغال بقضايا تنظيمية وبروتوكولية، مشددين على وجوب تكليف مسؤول بتسيير أمور المحافظة مثلما معمول به في ديالى وكركوك بدلا من بقاء احتياجات الناس بحكم المجهول قبل رمضان. أكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عمار حكمة البلداوي أن الأيام المقبلة ستشهد اختيار شخصية مناسبة لمنصب المحافظ، حيث ستقدم الكتل مرشحيها ليتم التصويت على الأصلح للمرحلة المقبلة. طالب المشاركون في ورشة عمل لتعزيز التماسك المجتمعي في قضاء الطوز باستثناء عوائل النازحين أو العائدين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية جراء النزوح وإصدار توجيهات خاصة تسمح بالتحاق الأعداد الكبيرة من الأطفال بالمدارس وتسهيل الاندماج المجتمعي. أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن التحالف الدولي موجود باتفاق مع الحكومة العراقية، وأي جدول زمني حول بقائه أو خروجه هو قرار الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية ومجلس النواب، والقرار النهائي بيد الحكومة العراقية. أخيراً، اعتبرت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس الوزراء أخطأ بتكليفه أعضاء جدد لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ومباشرتهم بعملهم دون الرجوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، فيما بينت أن دور الحكومة يقتصر على إرسال الأسماء المرشحة للتصويت عليها برلمانياً. الموجز انتهى، نلقاكم على رأس الساعة، إلى الملتقى.